بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مشاهدينا الكرام، مشاهدي التلفزيون الجزائري القناة الخامسة، قناة القرآنية الكريم، أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم معنا في عدد جديد ومباشر من برنامج ضحى. نسعد كثيرا بخدمتكم اليوم من محطة ورقلة الجهوية بمجموعة من المواضيع والأركان والفقرات المتنوعة التي نرجو أن تنال رضاكم وأن تقضوا معنا أوقات مفيدة من الآن إلى غاية الساعة منتصف النهار بمشيئة الله تعالى على مدار ساعة ونصف من الزمن. إذن مشاهدينا الأفاضل، أولى فقرات برنامج ضحى لهذه الصبيحة بعد هذا الفاصل. إذن في فقرة نفحات إيمانية نسعد كثيرا باستضافة فضيلة الشيخ عمر الأنصاري، وهو إمام وخطيب مسجد علي بن أبي طالب بغردايا. أهلا وسهلا بك شيخنا الفاضل. أهلا وسهلا بك أخي محمد، أحييك وأحيي من خلالك المشاهدين والمشاهدات. شكرا، أهلا وسهلا بك. طبعا هي اليوم في فقرة نفحات إيمانية فرصة لنتحدث عن هذه العشر الأيام الأولى من شهر ذي الحجة التي ربما تعتبر من أفضل أيام الدنيا، هكذا شيخنا الفاضل؟ تفضل. نعم، خاصة نتحدث عن فضائلها وأهمية اغتنام هذه الأيام. بداية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي محمد، الله تبارك وتعالى بفضله وحكمته فاضل بين مخلوقاته، ففاضل بين الأزمنة، وفاضل بين الأمكنة، بل فاضل حتى بين الأمم، بل فاضل حتى بين الأنبياء والرسل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وهذا التفاضل هو محض فضله سبحانه عز وجل، يمن به على من يشاء من مخلوقاته. ولهذا قال في كتابه: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ومن فضل الله عز وجل على هذه الأمة المحمدية المرحومة أن اختارها وفضلها وجعلها خير أمة، وأرسل إليها أفضل الرسل، وأنزل لها أفضل الكتب، وشرع لها أفضل شرائع الدين، وجعلها أمة وسطة، وخصها بمواسم الخير التي تتضاعف فيها الحسنات وترفع فيها الدرجات وتكفر فيها السيئات وتنال بها الخير وتنال بها السبق وتنال بها الأفضلية، وجعلها بذلك خير أمة أخرجت للناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهو يشير إلى هذا الفضل الذي خص الله به هذه الأمة، قال: نحن الأولون الآخرون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. يعني نحن الأولون في الخير، نحن الأولون في الفضل، وإن كنا نحن الآخرين في الزمن، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم. ومثل عليه الصلاة والسلام لهذا الفضل وهذه الخيرية وهذا الاختيار الذي اختار الله سبحانه وتعالى له هذه الأمة بقوله، وهو يقارن بين أمته وبين الأمم السابقة من اليهود والنصارى، قال: إنما مثلكم واليهود والنصارى كمثل رجل دعا عمالا فعملوا من أول النهار إلى صلاة الظهر على قراط قراط، فأدى لهم الذي لهم، أعطاهم أجرهم. ثم دعا عمالا فعملوا من صلاة الظهر إلى صلاة العصر على قراط قراط، يعني قراط واحد من الأجر، فأدى لهم الذي لهم. ثم دعا عمالا فعملوا من صلاة العصر إلى صلاة المغرب على قراطين قراطين، وهم هذه الأمة. يعني الأولون هم اليهود، ثم النصارى، ثم هذه الأمة. اليهود والنصارى احتجوا
لماذا هؤلاء عملوا أقل منا وأخذوا في الأجر أكثر منا؟ فقال الله لهم: أأنقصتكم من أجركم شيئا؟ الشيء اللي عملتوه هل أنقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. فهذا فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. ولهذا حازت هذه الأمة المحمدية بالفضل والسبق على قصر عمرها وتأخر زمانها. ومن الأمور التي خص الله سبحانه وخصها الله تبارك وتعالى بها وجعلها تسبق غيرها من الأمم هذه المواسم، مواسم الخير التي يتضاعف فيها الأجر. فالأمة قصيرة العمر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أعمار أمتي بين 60 و70. الأمم السابقة ربما قصير العمر يعيش إلى 100 سنة إلى أكثر. والله تعالى عوض هذه الأمة عن قصر عمرها بمواسم الخير، أعطاها شهر رمضان، أعطاها ليلة القدر التي العمل الصالح فيها خير من 1000 شهر، يعني خير من العبادة في أكثر من 83 سنة. أعطاها عاشوراء، أعطاها عرفة، أعطاها هذه الأيام الفاضلة اللي هي أفضل أيام الدنيا كما أسلفت الذكر. وهذه الأيام تتضح لنا عظمتها ومكانتها من أمور، منها أن الله سبحانه عز وجل أقسم بها في كتابه: وإذا أقسم الله بشيء كان ذلك تنويها وإشارة إلى عظمته ومكانته ورفعته. صحيح. قال الله عز وجل: والفجر وليال عشر. جمهور المفسرين على أن المقصود بالليالي العشر هي 10 ذي الحجة، هذه الليالي المباركات الفاضلات. وعشر ذي الحجة شيخنا الفاضل طبعا تتزامن كذلك مع وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك. ما هي الأعمال المستحبة التي يجب أن ربما يغتنمها الإنسان أو المسلم في هذه الأيام؟ ما هي هذه الأعمال؟ النبي صلى الله عليه وسلم لكي يبين لنا فضل هذه الأيام بينه من خلال بيان أهمية العمل الصالح فيها. قال: ما من أيام أحب إلى الله، العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي 10 ذي الحجة. فقال الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فكل عمل صالح هو مطلوب ومضاعف ومأجور عليه في هذه الأيام المباركات. بل مما أعطاها هذه الأفضلية وهذه المكانة كما يقول ابن حجر رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى جمع فيها أمهات العبادة، فيها الصلاة، فيها الصيام، فيها الحج، فيها كثرة ذكر الله تبارك وتعالى، فيها الصدقات، فيها الأضاحي، فيها وقوف عرفة كما ذكرت. فهناك أعمال كثيرة مطلوبة في هذه الأيام لكنها متفاوتة. فمثلا أفضل الأعمال في هذه الأيام ذكر الله سبحانه عز وجل، وهذا من فضل الله كذلك على الأمة أنه جعل الذكر الذي هو أيسر العبادات أفضل الأعمال في هذه الأيام. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل الصالح فيهن من هذه الأيام، فأكثروا فيهن من التحميد والتكبير والتهليل. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. فأعظم ما يشتغل به المسلم في هذه الأيام كثرة ذكر الله، ألا يجلس وهو صامت، يرطب لسانه بذكر الله عز وجل، خاصة التسبيح والتكبير والتهليل، وخاصة كلمة التوحيد، وخاصة قراءة القرآن باعتبار القرآن أفضل الذكر. كذلك الصيام، فالصيام مشروع ومستحب عند جمهور العلماء في هذه الأيام، ويتأكد الصيام في يوم عرفة الذي هو اكتسبت هذه الأيام ربما عظمتها من يوم عرفة ومن يوم النحر، يعني يوم العيد باعتبارهما أعظم الأيام. أكيد. ويوم عرفة هو يوم مغفرة الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن صيام يوم عرفة بأنه يحتسب على الله أن يكفر به ذنوب 2 سنين، السنة السابقة والسنة اللاحقة. فمشروع ومستحب وسنة
أن يصوم المسلم يعني غير الحاج يوم عرفة ليأخذ هذا الأجر العظيم، وأن يكثر من الدعاء في يوم عرفة، وهو يوم دعاء تستجاب فيها الدعوات وتعتق فيها الرقاب من النار، ويكثر فيها الإنسان من ذكر الله، خاصة كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل دعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والأعمال كلها مطلوبة، خاصة الصدقات، خاصة التضامن، التضامن مع الناس، كل فعل خير، لأنه دائما العمل المتعدي إذا أدينا الفرائض، لأنه أفضل الأعمال الفرائض أولا، ثم بعد ذلك الأعمال الأخرى، دائما العمل المتعدي الذي خيره يتعدى لغيرك، تنفع به غيرك، هو أفضل عند الله سبحانه عز وجل، كالصدقات وأعمال البر وغير ذلك. نعم. طيب مدام رانا في 10 أيام الأولى شيخ فاضل من شهر ذي الحجة، ومثل ما قلت قبل لحظات أن تتزامن مع وقفة يوم عرفة وكذلك حتى عيد الأضحى المبارك، نتحدث كذلك في هذا المقام عن الأضحية وعن شروط الأضحية أيضا. نعم. في هذا المجال شيخنا الفاضل، شوف أخي محمد، من مميزات هذا الدين، نعم، أنه دين إنساني ودين اجتماعي يعيش مع الناس حياتهم، وهذا يتضح جليا في عيد الفطر وعيد الأضحى. هذان العيدان الله عز وجل شرع فيهما الفرح والسرور وإظهار البهجة، وجعل ذلك من شعائر الله، وقال في كتابه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهناك عبادات تؤديها في هذه الأيام وفي هذين اليومين، أنت أولا فرح بها، مسرور بها، باعتبار أنك تحبها، من منطلق أنك إنسان وأنك يعني اجتماعي، يعني كالفرح ولبس الجديد والتظاهر وغير ذلك، وهي في نفس الوقت عبادة مطلوبة منك، مأجور عليها. الله تبارك وتعالى يأمرنا في العيد أن نلبس الجديد، يأمرنا في العيد أن نتزاور، أن نتسامح، أن نفرح، أن نظهر الفرح. صحيح. حتى الذي عنده هموم وعنده مشاكل لا ينبغي أن يظهر همومه همه في يوم العيد، وإنما لابد أن يظهر الفرح، وهذا الفرح عبادة. إضافة إلى ذلك شرع لنا عبادات تضامنية بالدرجة الأولى. في عيد الفطر شرع لنا زكاة الفطر لكي يشارك الناس جميعا في فرحة العيد، حتى الفقراء، لأن الفقير الذي ليس له يعني قوت يومه لا يستطيع أن يفرح، فأنت مطلوب منك أن تدعمه حتى يشارك في الفرح. في عيد الأضحى شرع الأضاحي، الأضحية، يذبح الناس الأضاحي ويقسمون اللحوم ويفرحون بها، وهي عبادة حتى يشارك الناس كذلك جميعا في هذه الفرحة. والأضحية كذلك لها معاني أخرى كثيرة، منها أنها تضحية، أنت تضحي، أنت تعلم يعني قصة الأضحية، وهي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام لما أمره الله تعالى بذبح ابنه إسماعيل، فلم يتوانى، وإنما طبق الأمر وعرض ذلك على ابنه إسماعيل، وكان امتحان لهما، ونجحا في هذا الابتلاء العظيم، وسماه الله عز وجل بالبلاء المبين. يعني تصور واحد يبتلى في ابنه وهو الوحيد عنده عندما يبلغ أشده، فيؤمر بذبحه، ولما فاز في هذا الامتحان الله عز وجل أبدله بكبش بذبح عظيم، فصارت سنة بعده لأمة الإسلام. فأنت عندما تضحي لابد أن تستشعر هذا المعنى، معنى التضحية، معنى أنك تفعل شعيرة من شعائر الله. والله عز وجل قال عنها: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. يعني الفقراء، الفقير الذي لا يسأل الناس الحي تبحث عنه، وكذلك الذي يسأل القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يعني أنت حينما تتعامل مع الأضحية لابد أن تدرك بأنك تتعامل مع عبادة. صحيح. هذه عبادة، للأسف كثير من الناس اليوم
صاروا يتعاملون مع الأضاحي على أنها عادة، فخرجت عن مضمونها وخرجت عن سياقها الشرعي التعبدي الذي أراده الله تبارك وتعالى. صحيح. فتسبب في هذا في أمرين: الأول أن هناك من لا يبالي بها أصلا، لا يضحي مع قدرته على الأضحية، لأنه لا ينظر إليها على أنها عبادة تطلب منه وأنها سنة مؤكدة للقادر عليها كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وطرف آخر يعظمها فوق المطلوب ويجعلها ربما فوق الفرائض وفوق الواجبات، ويتحمل الديون، يثقل كاهله بالديون من أجل أن يضحي، وهو ربما يخشى من وراء ذلك السب، يعني المسبة، وأن يقال لم يضحي، كلام الناس. نعم. يعني ينظر إلى الناس. نعم. وهذه عبادة، العبادة لابد أن تكون خالصة لله. صحيح. فإذا كانت نظرة الناس إلى الأضحية هكذا، معناتها أنه دخلها الرياء، فلابد الإنسان أن يحافظ عليها. صحيح. أنت إذا كنت قادرا على الأضحية فأنت مطالب بها. نعم. وإذا لم تكن قادرا عليها فلست مطالبا بها. حتى الواجبات إذا كان الإنسان لا يقدر عليها فليس مطالب بها. يعني نحن في موسم الحج. صحيح. والحج على فرض. نعم. ركن من أركان الإسلام. صحيح. لكنه على من يستطيع إليه سبيلا، فالأضحية أولى. على أي حال، الأضحية شعيرة لا بد أن يظهرها الناس، ولا يجوز للناس أن يتفقوا على إسقاطها. أحيانا نسمع بعض الدعوات، خاصة يعني في ظل غلاء أسعار الأضاحي، بعض الناس تجي يقول لك خليها يعني ما تشروهاش باش الموال ما يلقاش كيفاش، لازم ينزل الأسعار. هذه في الحقيقة دعوة، ربما دعوة حق أريد بها باطل. يعني أنت غلت أسعار الأضاحي، إذا كنت قادر فأنت مطالب بها، لست قادرا فلست مطالبا بها، ولست ملزما بأن تدعو الناس بأن يتركوا الأضاحي، لأن بذلك أنت تدعوهم بأن يتخلوا عن شعيرة من شعائر الله عز وجل. نعم. نعم. والأضحية أخي محمد، باعتبارها عبادة، الشرع جعل لها شروطا. يعني لا بد أن تكون من الأنعام، من الضأن أو من الماعز أو من الإبل أو من البقر، لا بد. وأيضا لا بد أن تكون هذه الأنعام، هذه الأضحية، سالمة من العيوب، لأنها هدية لله عز وجل، لا بد أن تكون جميلة، لا بد أن تكون سالمة من العيوب التي تمنع الإجزاء. هناك عيوب تمنع الإجزاء، يعني كالعور مثلا، ومثلا العرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، وكذلك عيوب أخرى يعني تنقص من أجرها، تنقص من أجرها. وهذه العيوب موجودة في كتب الفقه لمن أراد أن يراجعها، وهي كثيرة. المهم الإنسان لابد أن يحافظ على أضحيته وأن يختارها اختيارا، ودائما إذا كانت عظيمة وإذا كانت سمينة وإذا كانت جميلة، هذه المطلوبة وهذه التي يريدها الشرع. أما إذا كان الإنسان ليس قادرا عليها على ذلك، فيكتفي بالقدر الذي يؤدي به الواجب. يعني مثلا عندنا في الضأن بالنسبة للسن يكفي فيها ما أوفت 6 أشهر، يعني لا تكون أقل من 6 أشهر إذا كانت سمينة وكبيرة، يعني من 6 أشهر إلى سنة. يعني الماعز لابد، الخروف، الخروف يعني. نعم. الضأن دائما الخروف. نعم. الخروف أو النعجة وغير ذلك. نعم. الماعز لابد أن لا تكون أقل من سنة، يعني تكون كملت سنة ودخلت في السنة الثانية. نعم. وإذا كانت من البقر لابد أن لا تكون أقل من 4 سنوات، يعني كملت 4 سنوات ودخلت في السنة الخامسة. والإبل تكون لا تكون أقل من 5 سنوات، تكون كملت 5 سنوات ودخلت في السنة السادسة. نعم. واضح. هذا أقل السن. نعم، مفهوم واضح شيخنا الفاضل. شكرا جزيلا لك على حضورك معنا في هذا الفقرة في ركن نفحات إيمانية. نتمنى لك مسبقا عيد مبارك سعيد، الله تقبله منا ومنكم إن شاء الله. عيدكم مبارك، والمشاهدين والمشاهدات إن شاء الله. شكرا لك شيخنا الفاضل عمر الأنصاري، إمام وخطيب بمسجد علي بن أبي طالب بغردية. مشاهدينا الأفاضل، ما زلنا معكم في برنامج ضحى مباشرة من محطة ورقلة عبر القناة 5 التلفزيون الجزائري، قناة القرآن الكريم. الآن نمر إلى هذا الفاصل الإنشادي مع أحمد الفنان، أو عفوا المنشد أحمد جمال، ثم لنعود لكم من جديد.
العظيم السرمدي الماجد لك بالتفرد يا إلهي أشهد. والمسعيان لمن تبارك زلته فجرى خلالهما وأصلح نيته. ومن أنوار مزدلفة مشى عودة لكم من جديد مشاهدينا الأفاضل. ما شاء الله على هذا الفيديو كليب للمنشد أحمد جمال ابن مدينة غردية. طبعا هذا العمل الرائع جدا، خلنا نعيش معاه الأجواء خاصة خلال هذه الأيام ومع اقتراب يوم عرفة كذلك. إذا أنتم دائما مشاهدينا الأفاضل في برنامج ضحى، الآن مع فقرة أخرى جديدة، إضاءات نفسية بعد هذا الفاصل.
إذن في فقرة إضاءات نفسية نسعد كثيرا باستضافة الدكتور الحبيب مشري، أستاذ علم النفس التربوي واستشاري تربوي وكذلك أسري. أهلا وسهلا بك شيخنا الفاضل. وبك أهلا أخي أيوب، كما أحيي كل مشاهدي القناة. أهلا وسهلا بك. طبعا حديثنا اليوم سيكون ودائما عن الطفل، راح نتحدث عن استعداد، كيف نعرف استعدادات وميول الطفل، أو بعبارة أخرى اكتشاف استعدادات الطفل وميوله. طيب في البداية أستاذ نطرح السؤال، نقول ما هي الاستعدادات والميول ودورها في رسم شخصية الطفل؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أن الطفل منذ السنوات المبكرة من عمره يبدأ يظهر عليه مجموعة من الصفات التي تشكل نوع من العلامات أو المؤشرات التي ستدلنا على مستقبل هذا الطفل. يعني ستظهر عليه مثلا أنه يميل إلى ألعاب معينة، يميل إلى طريقة معينة مثلا في اللعب أو في التعامل أو في كل أنواع الأنشطة التي يقوم بها الطفل. عندما ندقق الملاحظة، هذه الصفات أو هذه الخصائص والمميزات تختلف من طفل إلى آخر. يعني الأطفال حتى وكان يبدو لنا من خلال النظرة السطحية أنهم متشابهون، لكنهم في الحقيقة ليسوا متشابهين، وإنما يختلفون في الاستعدادات والميول. الاستعدادات هي صفات فطرية، يعني صفات تولد مع الطفل. والميول قد تكون للبيئة تأثيرا فيها، لكنها بصفة عامة هي صفات قبلية، يعني تظهر قبل سن التمدرس وتعتبر كمؤشرات ستدلنا فيما بعد هذا الطفل كيف سيصبح، ما هو نوع التعلم الذي يناسبه، ما هي المواد التي سيتفوق فيها، ما هي الشعب ربما التي سيدرسها حينما يصل إلى المرحلة الثانوية، ما هي الشعب التي ستتلائم يعني مع خصائصه وطبيعته، شعب رياضية أو علمية أو اقتصاد أو آداب وما إلى ذلك. هذا هو تعريف الميول، وأهميتها كبيرة جدا حينما نكتشفها مبكرا، فهذا سيجعلنا نتنبأ أولا بهذا الطفل ومساره التعلمي وما يناسبه وما لا يناسبه، وبالتالي سندفعه إلى تعلم ناجح وندفعه إلى التفوق في مجال من المجالات التي هي يعني نقدر نقول تتماشى مع تلك الاستعدادات. نعم. طيب أستاذ، متى يمكن أو متى نكتشف هذه الاستعدادات والميول لدى الطفل؟ هو من ناحية الزمنية تبدأ تظهر تقريبا مع المرحلة التحضيرية، مرحلة التعليم التحضيري أو التربية التحضيرية، يعني في السنة تقريبا الرابعة إلى الخامسة يبدأ الطفل تبدو عليه يعني نوع من التمايز، خلينا نسموه تمايز. تمايز معناها اختلاف عن غيره، عن زملائه. تبدأ لديه مثلا أنه يبدأ يفضل ألعاب معينة، أو يظهر عليه نوع من أنواع الذكاء. لأن أخي أيوب على بالك الآن نظرتنا للذكاء تغيرت. في القديم كنا نعتقد بأن الأطفال مثلا إما أن يكونوا أذكياء أو لا يكونوا أذكياء، يعني أنهم يختلفون في درجة الذكاء. لكن الآن تبين أنهم لا يختلفون فقط في درجة الذكاء، بل من الأهم أن نعرف أنهم يختلفون في نوع الذكاء. يعني الذكاء أنواع وليس نوعا واحدا. فهناك الذكاء الرياضي مثلا اللي هو يتعلق بالأرقام والحساب والرياضيات، تجد الطفل يعني عنده ميل إلى هذا الجانب. هناك مثلا الذكاء اللغوي، تلقى الطفل مثلا يتميز بسهولة اكتساب اللغة، تجده يتكلم بطلاقة، تجده عنده خيال واسع، يؤلف أحيانا القصص حتى هو يبدو لنا أنه كأنه يكذب لكن هو في الحقيقة يتخيل وهكذا. معناها إذن أنه منذ المرحلة التحضيرية تبدأ للملاحظ تظهر له صفات محددة وميول محددة للطفل. فمن المهم جدا للآباء والأمهات والمربيين والمعلمين والمربيات خاصة في رياض الأطفال أن يكتشفوا
هاته الميولات وهاته الاستعدادات حتى يتم التركيز عليها. طيب كيف نكتشف ذلك؟ هذه الاستعدادات أستاذ والميول كذلك. نعم هذا من المهم جدا. يعني على سبيل المثال قد تجد مثلا طفل يشتكي أبواه من أنه يلعب كثيرا، يحب اللعب كثيرا. الغريب أن يعني أن هذه صفة جيدة، ولكن معظم الآباء يعتبرونها صفة سلبية. هي ليست صفة سلبية، ميل الطفل إلى اللعب الكثير هذه علامة تفوق. لو كان يلقى العناية الكافية والتشجيع الكافي سيصبح إنسانا متميزا. لذلك من المهم أن نكتشف في المرحلة المبكرة أولا هذا الطفل هل لديه ميول إلى اللعب أم أنه على العكس يعني لا يحب اللعب كثيرا. إذا كان يعني لا يحب اللعب كثيرا وخاصة إذا كان يميل إلى اللعب بمفرده فقد تكون هذه صفة سلبية وليست صفة إيجابية. بالنسبة للعب طبعا أي اللعبات أو الألعاب عفوا يعني حينما ننظر إلى نوع الألعاب التي يفضلها نجد مثلا طفل يميل إلى ألعاب ما يسمى بألعاب المحاكاة، يعني يحب الألعاب اللي فيها تقليد للكبار. مش عارف أنا لعبة على شكل سيارة إطفاء، لعبة على شكل أدوات يستخدمها مثلا الحرفي، يحب سيارة، يحب طائرة. يعني بالنسبة للفتاة تحب دمية معينة بشكل معين. فالميل إلى نوع معين من الألعاب كما ألعاب المحاكاة، كاين ألعاب الذكاء والاستراتيجيات، كاين الألعاب اللي فيها استخدام اللغة، استخدام الكلام. هذه كلها مؤشرات على التوجه والميل الذي سيتميز به هذا الطفل عندما يكبر. فليتنا نلاحظ أبناءنا وهم يلعبون ما نوع الألعاب التي يفضلون، لأننا سنكتشف من خلال ذلك توجههم وميلهم، وبالتالي هذا يساعدنا في توجيههم. جانب آخر، مثلا قد سمعت كثيرا هذا من بعض الآباء يقول لك ابني يكذب كثيرا، يكذب يحكي ظل يحكي على أشياء ما كاش منها لا وجود لها إلا في خياله. نحن كمتخصصين في علم النفس التربوي نقول أن هذا ليس كذب ولا نعتبره من الكذب الذي نعاقب عليه الطفل، وإنما هو نوع من الخيال. وكون الطفل يمتلك الخيال هذه راهي صفة ممتازة جدا. يقول ألبرت أينشتاين الخيال أهم من المعرفة. الخيال أهم وأفيد للطفل من اكتساب عدد كبير من المعارف والمعلومات، لأن مدام لديه قدرة كبيرة على التخيل وعلى نسج قصص حتى وهي لا أساس لها من الواقع، ولكن هذا يدل على توجه يعني مهم جدا في المستقبل، وهو التوجه الأدبي اللغوي الفكري الفلسفي. وهذا يعني معناها شخصية ستصبح ربما شخصية فكرية مهمة في المستقبل. فليتنا نتفطن إلى هذا الأمر. فكون الابن إذن عنده خيال واسع هذا يخلينا نشجعه في هذا المجال. جانب ثالث وأخير أسمع أيضا من بعض الآباء يقول لك ابني ثرثار يهدر بزاف، يظل غير يهدر، يتكلم بزاف، يهدر يهدر يهدر. هذه أيضا صفة جيدة. هذا دليل على واجه، دليل على أن لديه قدرة فائقة على اكتساب اللغة وعلى التعبير، وهذا يسموه الذكاء التعبيري. هو نوع من أنواع الذكاء الذي يجب أن يشجع عليه ولا يقمع ولا يمنع. خليه يهدر، خليه يحكي، خليه يثرثر، واسمع له، استمع له، باش تشجعه على أن ينمي هذا الجانب ويتفوق فيه. نعم، هذه تعتبر ربما كيف الولي أو الولية أولياء بصفة عامة يعرفوا ابنهم ربما عنده استعدادات وكذلك ميول بإمكانهم أن يستغلوها ويستثمروها. كذلك نتحدث عن نقطة أخرى شيخنا الفاضل وهي عن التفوق. أنا بتحدث عن التفوق خاصة للأطفال الصغير، هذه هي مسألة فطرية شيخنا الفاضل بالنسبة للتفوق؟ التفوق يعني لا يمكننا أن نقول هكذا ببساطة هو مسألة فطرية، يعني ما نقدرش نقول بأن من الأول راه التفوق والنجاح أمر محدد سلفا وفطرة ووراثة. صحيح أن الوراثة لها دور، والفطرة والاستعدادات الفطرية التكوينية البيولوجية عندها دور كبير في التفوق، لكن
إذا افترضنا مثلا، خلينا نعطوا مثال حتى تكون الأمور واضحة، نفترض مثلا طفل لديه ميول إلى الرياضيات، وهذا عادة الميل هذا يكون ميل فطري حتى يكون وراثي، يعني يكون تجد في أفراد العائلة، كاين تجد عائلات مثلا كلها تحب مثلا الرياضيات أو تحب اللغة أو تحب الفنون مثلا. دركا إذا كان وجدنا على سبيل المثال طفل لديه ميل فطري إلى الرياضيات، هذا معناه بأن تفوقه في مادة الرياضيات سيصبح سهلا، سيصبح سهلا إذا ما وجد التشجيع طبعا. لكن طفل مثلا ليس لديه ميول إلى الرياضيات، هل معنى هذا أنه سيفشل تماما في الرياضيات أو أننا سنهمل تعلم الرياضيات؟ كلا، وإنما فقط أن هذا الطفل ما دام ليس لديه الميل الفطري لهذه المادة، هذا معناه يحتاج شوية إلى مجهود أكبر من ذلك الطفل الذي لديه الميل. فإذا وجود الميل وعدم وجود، وجود الاستعداد الفطري وعدم وجوده، هذا يحدد فقط أنك هل تحتاج إلى مجهود شوية زائد باش تقدر تتعلم هذه المادة وتتفوق فيها، أو أنك بكل سهولة ويسر. ولهذا ما نلاحظه في المدارس بالفعل، نحن نلاحظ مثلا بعض التلاميذ يتفوقون في بعض المواد بكل سهولة، حتى أنهم لا يبذلون فيها مجهود كبير ولا يراجعون كثيرا ولا يحتاجون إلى دعم، لكنه يحتاج في مواد أخرى إلى دعم. هذه المواد اللي ما عندوش ميول إليها يحتاج شوية إلى مساندة وإلى دعم. إذن إجابة على سؤالك هذا المهم، التفوق ليس محدد سلفا، لكن الاستعدادات محددة سلفا والميول محددة سلفا. فيحتاج إذن ذلك الذي لديه ميول إلى أن يشجع في هذا الميدان حتى يتفوق فيه، ويحتاج ذلك الطفل الذي لا يمتلك الميول والاستعدادات الكافية في مجال معين شوية إلى بذل مجهود إضافي وأكثر، وبالتالي قد يحتاج، نقول قد وليس أكيد، قد يحتاج إلى نوع من الدعم والمساندة في ذلك المجال حتى يلحق بزملائه. أكيد هذه الفكرة. وتكون هناك أيضا فروقات فردية ربما في هذه، تماما هي هذه تدخل في ضمن الفروقات الفردية، لأن الفروق الفردية قد تكون فروقا تتعلق بالبنية، بالتركيبة، بالجانب البيولوجي نتاع الإنسان كما خلق ربي سبحانه وتعالى. كما تأتي الفروق الفردية من طريقة التي تربى بها، صحيح، والبيئة التي عاش فيها. أكيد. هذه ثاني مصدر للفروق. الخطأ، كل الخطأ أخي أيوب، هو أن نتعامل مع التلاميذ على أنهم سواسية كأسنان المشط، هذا ماهوش صحيح وماهوش تربوي وماهوش بيداغوجي. أكيد. يجب أن نتعامل معهم على أنهم مختلفين، وأن نكيف طرائقنا، الطرائق اللي نعلموا بها والطرائق اللي نربوا بها حتى في البيت، أن نكيفها مع الطفل مع خصائصه ومميزاته واستعداداته. أكيد. هذاك على واش ما تنجحش التربية إلا باكتشاف هذه المواهب. نعم، وحتى أيضا نسبة الذكاء أيضا تختلف ما بين طفل وآخر، سواء في مرحلة عمرية الأولى، في المراحل الأولى، أو حتى في مراحل الأخرى المتتالية. نعم، هو الذكاء قد أدري قد أفاجئ المشاهدين الكرام إذا قلت أن الذكاء ما عندوش دور كبير كما رانا نعتقده، لأن النجاح في الدراسة يقول لك 98% مثابرة و2% ذكاء، مش الأذكياء فقط هم الذين ينجحون. صحيح الذكاء عنده دور في حاجة واحدة فقط، في تسهيل التعلم، يخلي التعلم سهل، بصح مش معناها الأقل ذكاء أن هذاك اللي عنده نسبة متدنية من الذكاء معناها مش راح يتعلم ولا خلاص نتركه ونهمله، لا، صحيح. يحتاج فقط إلى مثابرة زايدة وعليه. فمسألة الذكاء هذه ما يلزمش تقلقنا احنا كأباء وكمربين، ما يلزمش نقلق بزاف على ذكاء أبنائنا. وفي بعض الأحيان تسمع من بعض الآباء يقول لك الله غالب ابني ما هوش ذكي، حتى ولو لم يكن ذكيا بإمكانه أن ينجح، بإمكانه أن يتفوق حتى، مش برك ينجح، فقط أنت عليك أن تكتشف نوع الذكاء كما أشرنا، لأن الذكاء درجات وأنواع، كاين درجات من الذكاء، صحيح، وكاين أنواع من الذكاء، فعليك أن تكتشف نوع ذكائي لكي تستطيع أن تربيه التربية السليمة التي تعطيك نتائج يعني مرضية وتفرحك يعني في النهاية. أكيد. طيب، تحدثنا أستاذ عن الاستعدادات والميول في مراحل عمرية المبكرة يعني الأولى، نتحدث الآن مع مرور المراحل وكذلك السنوات، طبعا هذا الطفل الذي سيصبح تلميذ سيصل لمرحلة متوسطة ومن الثانوية، وأيضا حتى
الدراسات في العليا في الجامعة إلى ذلك، ولكن هنا يتطلب كذلك توجيه أمثل لمختلف الشعب. ما هي المعايير، ما هي المقاييس التي يجب أن نعتمد عليها في توجيه التلاميذ نحو الشعب التي ربما تتلائم مع استعداداتهم وميولهم السابقة ومع إمكانياتهم وقدراتهم وأهلاتهم كذلك؟ سؤال مهم جدا أخي أيوب، خصوصا ونحن على أبواب نتائج شهادة التعليم المتوسط التي سيترتب عليها توجيه إلى الشعبة أكيد في الثانوية، وكذلك نتائج البكالوريا التي سيترتب عليها اختيار التخصص الجامعي. هو الحقيقة يعني نقول بكل أسف أن المجتمع نتاعنا مازال بعيد عن فكرة التوجيه السليم للطفل أو للتلميذ. لا، لازالت عملية التوجيه هذه نحو الشعبة ولا نحو التخصص الجامعي مازالت تتحكم فيه واحد الاعتبارات ليست اعتبارات تربوية أو بيداغوجية، وإنما أحيانا مثلا نوجه ابننا إلى قال الشعبة الفلانية لأنها شعبة مليحة وعندها مستقبل مليح، أو لأن الناس كل تحب تروح لهذه الشعبة، الناس تتأثر ببعضها، قال الشعبة الفلانية مليحة يروحوا لها والشعبة الفلانية ما هيش مليحة. أكيد يجي مثلا يحتج الولي كيفاه أنا ابني توجهه إلى هذه الشعبة وهذه الشعبة قالوا لي ما هيش مليحة. ما كانش شعبة مليحة وشعبة مش مليحة، وما كانش تخصص مليح وتخصص مش مليح، وإنما هناك شعبة ملائمة لابنك وشعبة غير ملائمة، وهناك تخصص يلائم ابنك وهناك تخصص لا يلائم ابنك. لازم نقتنع بهذا. من الخطأ الفادح أن توجه تلميذا أو طالبا نحو تخصص أو شعبة أصلا لا يمتلك الاستعدادات لها، أنت تظلمه، أنت تمنعه من النجاح ومن التفوق. صح. وعليه فالشيء الذي المعايير اللي لازم نأخذها بعين الاعتبار، أول شيء وأهم شيء هو كما ذكرنا الاستعدادات، يعني هل يمتلك ابننا استعدادات باش يدرس في هذا الشعبة ولا في هذا التخصص. ثانيا الميول، هل لديه هو ميول، يعني هل لديه رغبة. عادة الإنسان يتفوق في المجال الذي يرغب فيه، صح، مجال لا يحبه يعني حتى ولو تفوق فيه، ولكن سيكون ذلك متعب جدا. الشيء الثالث وهو القدرة، والقدرة عادة نقيسها أو نحسبها بناء على نتائجه الدراسية. قال نلقي نظرة على كشف النقاط تاعو، راح نشوفوا أن هناك مواد راهو جايب فيها نقاط جيدة، ومواد جايب فيها نقاط متوسطة، ومواد يعني ربما ضعيف أو أقل من المتوسط. يعني هذيك الكشوف مش كشف واحد، لازم عدة كشوف لعدة سنوات. نعم. كلها نحاول نأخذ منها فكرة على قدرات هذا التلميذ، من خلال القدرات نقدر نتنبأ بأنه يصلح لهذه الشعبة دون غيرها. ولذلك أنا أقول للأباء وللأمهات وللمعلمين، إياكم أن تخضعوا لمجرد الإشاعة والدعاية والكلام الذي يدور في الشارع على قضية التوجيه، وإنما عليكم أن تفهموا جيدا ابنكم وأن تختاروا له الشعبة التي تناسبه وتلائمه. إذا اختارت له عادة الذي يقوم بالاختيار والذي يوجه هي هيئات متخصصة، يعني مستشار توجيه، مستشاري التوجيه. نعم، راهي مؤسسة قائمة بذاتها وفيها يعني إطارات وفيها ناس يعني لهم خبرة كافية باش يختاروا الابن لابنك هذا التوجه. فهنا معليش انك انت كأب او كأم تتواصل مع هؤلاء المستشارين وتسأل على ابني وجهته مثلا لهذه الشعبة او تلك، فهذا من حقك، لكن ليس من حقك انك تبدأ تدير في وساطات. قال انا حاب ابني يقرأ في الشعبة الفلانية. انا اعرف الكثير يعني من وصل حتى الى مستوى البكالوريا وهو موجهينه يعني توجيه خطأ، لما وصل للبكالوريا بقى يعاود في الباك عدة مرات وما جابهاش. في الأخير اكتشفوا بأن ابنهم هذا كان يدرس في شعبة يعني نقدر نقوله خطيه، فعندما حولوه إلى الشعبة الأخرى تحصل على البكالوريا بملاحظة جيد جدا. أذكر أن طالبة كنت أدرسها درست 3 سنوات شعبة علمية، لأن والدها حابينها تقرأ علمية، حابينها تولي طبيبة.
لكن تبين أن هذه الفتاة ما عندهاش الاستعدادات باش تكون طبيبة، ولكن عندها استعدادات في مجال آخر. فعندما بدلت الشعبة بعد أن أعادت البكالوريا حوالي 3 مرات غيروا لها الشعبة، داروها شعبة أدب، فكانت نتيجتها رائعة. نعم. وهي الآن أستاذة جامعية في الأدب العربي ما شاء الله عليها. ما شاء الله. يعني تعتمد توجيه المدرسي أو نحو الشعب مختلفة على معايير ومقاييس موضوعية طبعا من طرف مختصين، حتى طبعا هي حتكون في صالح وفائدة ذلك التلميذ خلال مساره الدراسي أو مساره الجامعي. هكذا شيخنا الفاضل. أنت استعملت كلمة مهمة جدا وهي الموضوعية. نعم. الموضوعية ماذا تعني؟ الموضوعية تعني أنني ابني هذا أولا أفهمه، لابد أن أفهمه وأفهم توجهاته ورغباته، ولابد أن أراعي ثاني هو ماذا يريد وماذا يرغب. ما هيش رغباتك أنت أيها الولي أو أيتها الأم أو أي إن كان من المربين، ما يلزمش تتحكم فينا اعتبارات غير موضوعية، يعني اعتبارات السمعة واعتبارات المجتمع ونظرة المجتمع. أنت المفروض الذي يهمك هو نجاح ابنك. أكيد. والنجاح في الحياة هذه راه كل واحد كما نقولوا بالدرجة ربي خلق وفرق. لا. ربي دارنا متكاملين، ما درناش متساويين، ما درناش متماثلين، وإنما متكاملين، باش أنت تنجح في مهمتك كإعلامي، وأنا أنجح في مهمتي كأستاذ، والآخر ينجح في مهمتي كتقني، والآخر كمهندس، والآخر كطبيب، والآخر وهكذا تتكامل الحياة. نعم، وهو كذلك شيخنا الفاضل. فلذلك لابد أن نكون موضوعيين. نعم. أكيد. شكرا لك أستاذ طبعا على هذه النقاط وعلى المحاور على هذا الموضوع، طبعا يعتبر من المواضيع الهامة التي تهم الطفل. إن شاء الله نلتقي في مناسبات أخرى. بحول الله. ومسبقا نقول لكم عيدك مبارك سعيد. الله يبارك فيكم. الفاضل. شكرا جزيلا. عفوا. إذن مشاهدينا الأفاضل، مازلنا متواصلين معكم في برنامج ضحى. الآن مروا إلى هذا الفاصل الإنشادي لفرقة الأقصى، ثم نعود نرجع لكم من جديد. صلي على الهادي الأطيب مع السلام، واغنم
تحية متجددة لكم مشاهدينا الأفاضل، عودة لكم من جديد ودائما في برنامج ضحى الآن مع فقرة أخرى جديدة بعد هذا الفاصل. إذن في فقرة غذاءك في صحتك نسعد كثيرا باستضافة الأستاذة حنيفة ببنا وهي أخصائية التغذية. أهلا وسهلا بك أستاذة. مرحبا بك. شكرا جزيلا. مرحبا. طبعا راح نتحدثوا بما أننا على أبواب عيد الأضحى المبارك، راح نتحدثوا عن التغذية خلال يوم أو يومي عيد الأضحى المبارك. نعرفوا بأن له خصوصية خاصة من ناحية التغذية هذا العيد أو هذه المناسبة الدينية. كيفاش ننظموا غذائنا خلال العيد أستاذة؟ إن شاء الله. شكرا أولا على الدعوة. عيد الأضحى إن شاء الله على الأبواب، بما أنه رحنا مقبلين عليه إن شاء الله، ماذا بينا إن شاء الله تكون التغذية تاعنا في هذاك، نستغلوا الوقت أولا الفرصة أنه مقبل عيد الأضحى، وثاني شيء أنه يكون عندنا تغذية سليمة في خلال يومين عيد الأضحى. سليمة وصحية. سليمة وصحية، نعم. لا. بالضبط. خلال يومين عيد الأضحى المبارك هو يعني من المستحسن أن الإنسان يتبع نظام غذائي صحي على طول يعني مدار السنة. لا. ويزيد الخصوصية هذه تزيد في المناسبات، وأنه يحرص أنها تكون صحية أكثر. لا. لكن كي تصار في بعض الأوقات بعض الخروقات نحاول دايما أن نعدلوها ونرجع للنظام طبيعي أفضل، يكون هكذا أفضل. جميل. خلال عيد الأضحى يجب أن نتقيد بأنظمة غذائية تاعنا كما نصحنا قبل في البرامج اللي جزنا فيها، لكن راح يكون عندنا نصائح أكثر بالنسبة لعيد الأضحى، لأنه عندنا خصوصية، راح عندنا مادة اللحم راح تكون عندنا هي الغالب على أكيد. جميع الأطباق. لذلك نحاول قدر الإمكان أن تكون استهلاكها بصفة جيدة يعني. نعم. قبل ما نتكلم عن اللحم نتكلم على كيف أنه نوصلوا لمرحلة أنه يكون هذاك الغذاء عبارة عن اللحم. بعد عملية الذبح ما يكونش عندنا في البداية لحم، تكون عندنا عبارة عن كما نسموها ألياف، تكون عبارة عن مكونات يعني عضل حتى تصرى لها مراحل تطورات حتى نوصلوا لمرحلة بعد مرحلة أخيرة باش نوصلوا للحم في حد ذاته، يعني راح يكون عندنا عملية نضج بعد الذبح حتى لفترة معينة تقدر تقريبا من 6 إلى 8 ساعات راح تكون عندنا فترة نضج اللحم، ثم وين يكون صالح للاستهلاك. لذلك دائما ما نحرص أني ما نستهلكش مباشرة اللحم بعد الذبح،
هذا خاص باللحم فقط، الأحشاء يعني الأضحية. الأضحية نعم، الأضحية في حد ذاتها. أما بالنسبة للأحشاء الأمر عادي يمكن أن نستهلكها مباشرة بعد الذبح، لذلك نحاول أن نخلي فترة النضج تتم بكلها يعني بجميع مراحلها حتى نوصل للمرحلة الأخيرة ليكون اللحم فيها أنه قادرين نستهلكوه أولا بأمان، فيه جميع العناصر الغذائية اللي يحتويها راح نستفاد منها أكثر في أجسامنا، وبالتالي ندو غذاء صحي وكامل وإن شاء الله يفيدنا في أجسامنا. في مصطلح ذكرتي النضج، ماذا نقصد بالنضج؟ هل لازم ينشف اللحم؟ هو بالمصطلح بالدرجة نقوله احنا نخلوه اللحم ينشف، لكن كعلمي يتجفف، لكن علميا اللحم يصل إلى مرحلة النضج. عندنا ثلاث مراحل يمر بها اللحم حتى يصل إلى مرحلة النضج. كل مرحلة تتميز باللون، تتميز بالطعم، تتميز بالبي اش تاع اللحم اللي نسموها الحموضة تاع اللحم، وكل مرحلة عندها خصوصية خاصة. الأمر يعني باش يوصل للمرحلة النضج لازم يمر بجميع هذه المراحل. يوجد أشخاص مباشرة بعد الذبح يستهلكوا اللحم مازال سخون كيما نقولوا، يستهلكوا مباشرة. استهلاك اللحم في ذلك الوقت راح يسبب لنا مشاكل، ممكن على المدى القصير ما نلاحظوش هذيك المشاكل، لكن كل ما يتكرر الأمر هذا أنه دايما نستهلكوا اللحم مباشرة بعد الذبح راح يكون عندنا أثر على الأجسام تاعنا، لأنه اللحم مازال ما وصلش لمرحلة نضج معينة، مازال ما تركبتش يعني ما كملتش التركيبة تاعو الكاملة حتى نسميه لحم بمعنى الكلمة، وبالتالي راح يكون عندنا خلل في على مستوى جهازنا الهضمي، راح تكون عندنا ارتفاع في مستوى حموضة الدم، راح يكون عندنا عسر هضم، راح يكون أكيد مش الأشخاص كل راح يصير المهد، لأنه قادر يجينا تعليقات أنه لا نحن عندنا عادة من زمان أن نستهلك اللحم مباشرة بعد الذبح، لكن صحيا والأفضل أنه نخلي اللحم يوصل لمرحلة النضج بعد مروره بهذه ثلاث مراحل، يكون وصول اللحم لهذه المرحلة اللي هي النضج أنه نخلو اللحم ينشف كما نقولوا بالعامية تاعنا، يكون في المكان بما أنه نحن في فصل الصيف حاليا يكون في مكان معتدل البرودة، ويكون في مكان ما فيه الشمس، احنا اغلبيا نخلوه معلق في الخارج. هذا امر فعل خاطئ خاصه في المنطقه تاعنا في الجنوب، يعني لازم يكون في هواء وين يكون معتدل، ويكون المكان بارد معتدل البروده، من المستحسن اذا ما كانش لانه درجات الحراره مرتفعه عندنا نحطوه في مكان وين فيه مكيفات هوائيه لما لا، او نحتفظوا به في الثلاجه ليس مباشره في المجبن، نحتفظوا به في الثلاجه يوصل الزمن المعين من مرحلة النضج، وبعدها نقوم بالتخزين والاستهلاك والمراحل الأخرى إن شاء الله. أكيد طبعا اللحم ما نستهلكوش أو عفوا ما نستعملوش في الطهي مهما كان، يعني سواء كان الشواء أو حتى مثلا في البرمة إلى غير ذلك، لازم 6 ساعات على الأقل ينشف وبعدين نقدروا نستغلوه. نعم. وش تنصحي السادة حنيفة ببنا بما أنك خصية تغذية، الحاجة اللي نبدأ بها الأكل خاصة في الأضحية في عيد الأضحى المبارك عادة، صرت خاصة في منطقتنا في الجنوب يكون بعدها صيام اليوم عرفة، يعني راح يكون عندنا ارتباط كما في رمضان في شهر رمضان، يعني يكون عندنا بعدها فطر بعد يوم من الصيام، الأغلب الناس ولا تصيم يوم عرفة، راح يكون عندنا صباح العيد راح يكون عندنا يعني إفطار. أنا نفضل دايما نكسر الصيام تاع يوم عيد الأضحى بمشروبات خفيفة، المشروبات هذه تكون عبارة عن أعشاب عطرية أو أعشاب ذات خصائص معينة، أو أعشاب مثلا مضادة للالتهابات، أو تكون مثلا شيء أخضر يكون مطهو بطريقة صحية، نتجنب القهوة والحليب وهذه الأشياء اللي راح تسبب لي مشاكل في الهضم بعد الأضحية. بعدها يكون عندنا إن شاء الله بعد الذبح نكون عندنا استهلاك، ممكن أن نستهلك مباشرة الكبد، لكن الكبد ماشي الملفوف، الكبد يعني يكون عادي مشوي عادي ما عندوش هذاك اللف بالشحم، لأنه الملفوف هو اللي نلفوه بالشحم ونستعملوا له الملح، يعني نفضل أنه يكون نستهلك الكبد عادي مشوي، وبعدها نخلي فترة زمنية باش نبدأ نروح للغداء. الغداء ما نفضلش أن يستهلك مباشرة اللحم، هنا ممكن بعض العائلات يكون عندهم وقت طويل بين الذبح وفترة الغداء، يعني يكون استوفينا الشروط أنه وصلنا إلى على الأقل 6 ساعات
باش نقدروا يعني اللحم يكون وصل فرط لمرحله النضج. بالنسبه قبل ما نستهلك اللحم نفضل اني نرافقه باغذيه باش ما يصيرلناش اختلاط هنايا، الجسم تاعنا ما يعودش عنده كما نقولوا تنافس في الجسم، عندنا كي ندخلوا الاغذيه للجسم يصرى عندنا تنافس بين بعض الاغذيه، عندنا اغذيه غنيه بالكالسيوم مثلا وعندنا اغذيه غنيه بالبروتينات، هنا الجسم راح يصرى فيه تنافس، راح يخير بين هذه وهذه، احنا ما نخلوش الفرصه هذيك انه يصرى هذاك التنافس، نستفادوا من هذه في وقتها المعين ونستفادوا من الاغذيه الغنيه هذه في وقتها المعين. نعرفوا انه اللحم غني بالبروتينات، دونك نحاول اني نستغل اني نبتدئ الغداء تاعي ولا الاكل اللي راح ناكله باغذيه تكون قلويه. واش نقصد قلويه؟ يعني تكون معتدلات البي اش تاعها هابط، ماشي حامضي كيما اللحم، باش هكا نعدلوا الحموضه بعد تناول اللحم وبالتالي يكون عندنا ان شاء الله غذاء سليم. من الاغذيه القلويه الخضر، دونك نفضل دائما ان نبدا بالخضر تكون كهي المقدمه ولا المقبله، تكون جميع الخضر نحرص انه تكون ملونه، دائما نفضل انا هذا المصطلح انه تكون ملونه يعني عديد الالوان في الطبق، نحرص انه يكون الصلصه ولا الاضافه اللي نضيفوها للخضر تكون قليله الدهون او تحتوي على دهون صحيه، نحرص انها تكون تحتوي على البذور، انواع البذور مثلا بذور الكتان، بذور شيا، لماذا؟ لانها غنيه بمضادات الاكسده، غنيه بالدهون الصحيه خاصه الاوميغا 3 والاوميغا 6، هذوما الاحماض الدهنيه اللي يحتاجها جسمنا ما يستطيعش تصنيعها. دوك راح يكون عندنا توازن اولا في الطبق الاول هذا اللي يحتوي على الخضروات، نفضل بعده يكون عندنا الفواكه ايضا لانها ايضا قلويه وتحتوي على مواد مفيده لجسمنا، بعدها نستهلك اللحم. هنا يعني بهكا نرتبوا بهالترتيب يكون عندنا هكا توازن في الجسم، لانه الجسم نعرفوه يرفع لنا حموضه الدم، بما ان استهلكنا كقاعده انه اخذنا اجسام قلويه او قاعديه مش راح يكون عندنا ارتفاع عالي في حموضه الدم في الجسم، وبالتالي ما يكونش عندنا هذيك الفتره المسائيه يكون عندنا خمول تعب ارهاق اذا تبعنا هذا النظام ان شاء الله. نتحدث كذلك عن الطريقة المثلى لحفظ اللحوم خاصة نحن في فصل الحر وفصل الصيف، وش هي الطريقة المثلى؟ الطريقة المثلى أنه أولا كما قلنا نخلي اللحم يوصل لمرحلة النضج، خلاص خلينا اللحم يوصل لمرحلة النضج وكل شيء، هنا تجي مرحلة فترة التخزين، تخزين اللحوم. كاين أشخاص يحبوا يخزنوا اللحم تاعهم في الثلاجة عادي، يعني ماشي في المجمد، في الثلاجة عادي يخزنوا اللحم تاعهم. يمكن نخلي اللحم في الثلاجة لكن نخليه في أكثر مكان برودة، يعني قبل التقطيع. هذه قبل التقطيع؟ نعم قبل التقطيع، يخلوا اللحم تاعهم باش يزيد يخليه ينشف أكثر، يوصل لمرحلة النضج يعني تكون مرحلة تامة، نخليه في الثلاجة عادي. بعدها يكون عندنا التقطيع اللي يكون مثلا في اليوم الموالي، يكون عندنا تقطيع يعني الحفظ قبل التقطيع يفضل انه يكون في الثلاجه عادي، في الثلاجه ليس في المجمد، ولا في المجمد نخفف له درجه الحراره، يعني ما يكونش درجه ناقص 18 مثلا، يكون برك ناقص 6 او يعني المجمد تقصد، حتى نسهل المعلومه للمشاهد او المشاهده الكريمه اللي متابعوا فينا الان. نعم. مجمد نقصدوا الكونجيلاتور. نعم هكا. نعم ندير اللحم تاعي في الثلاجه عادي، ولا في المجمد نخفف له درجه الحراره، ويعني نرفع له هو يعني مجمد لانه ناقصه درجه الحراره، نرفع له درجه الحراره تاعو يكون شكله قريب من الثلاجه او لا زايد عليها شويه، يزيد يوصل لمرحله النضج اكثر. بعدها تكون عندنا التقطيع، التقطيع نحرص اني تكون ادوات التقطيع نظيفه ومعقمه، هذا اول شيء، نستخدم ادوات نظيفه باش ما ينتقلناش ميكروبات من الادوات للحم، بالتالي يكون التخزين تاعو صحي، يعني ما نخزنوش بالاخر بمواد ولا بكتيريا تسبب لي مشكل في المرحله القادمه. نحرص انه يكون التقطيع تاعو ثاني في مكان نظيف، الشخص اللي راح يقطع يعني نطبقوا القواعد الخمسه اللي نستهلكوا ولا من اجل التخزين، باش يكون عندنا سلسله تبريد يعني تامه في جميع فصولها. وبالتالي حرصنا على نظافه الاشخاص والمكان والادوات راح نتحصلوا على لحم ان شاء الله عنده قيمه غذائيه عاليه وما يحتويناش على بكتيريا. نجي دركا للاواني ولا وين نحفظ هذاك اللحم، نحرص دركا تطورت ما شاء الله الامور ولا عندنا توفر عديد جدا في وين نحفظ اللحوم،
يعني في ترتيباتنا لعيد الأضحى ولا استعدادنا لعيد الأضحى نحرص أني نشتري الأكياس الخاصة بالتجميد، ما نخزنش اللحم في أي نقولوا عنصر ولا أنية ما عندهاش قيمة، يعني ما عندهاش المصطلح هرب مني، ما عندهاش يعني ما تكونش فيها تفاعل بينها وبين اللحم، تكون خاصة باللحم. نحرص كل حرص، درك ولات متواجدة في الأسواق أكياس التجميد، نحرص أنها تكون عندي متوفرة في البيت، ولا نجيب أكياس عادية نحاول أنها تكون على الأقل غذائية هكذا، ماشي شرط أكياس تجميد هذيك اللي تجي فيها الزب. نعم. قبل تجميد يعني اللحوم شحال المدة تبقى في الثلاجة يعني في التبريد العادي؟ نقدر نحفظوها في الثلاجة تبريد عادي حتى اليومين إلى أربعة، بشرط أنه تكون في أبرد مكان، وتكون طبعا نحرص أن تكون درجة الحرارة ثابتة، ما يكونش من الثلاجات يعني ما نحطوهاش في الثلاجة على المطبخ، لأنه نعرفوا الثلاجة اللي موضوعة في المطبخ تفتح وتغلق كثيرا. نعم. يعني تكون في ثلاجة منفصلة. نعم. نقدروا نحفظوها حتى الأربع أيام إن شاء الله في الثلاجة. نعم، حتى تكون درجة الحرارة متوازنة، ما تبقى درجة حرارة مستقرة، بالتالي ما يكونش عندي تشكل بكتيريا أسرع، وبالتالي نقدر نحفظ لحم ويدي لي مدة أطول. نعم، نتحدث الآن عن كمية استهلاك اللحم في اليوم، خاصة الأولاد ما يصبروش. نعم، استهلاك اللحوم يكون في المعقول طبعا. نعم. الأولاد هما صح ما يصبروش، لكن كمية قليلة تكفيهم بإذن الله، يعني نحو برك هذيك الشغف أن نأكل اللحم إن شاء الله. يمكن لجميع الأشخاص أنه يتناولوا اللحوم قدر الإمكان، لكن طبعا ما إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده، يعني راح نكون عندنا في الكمية في حدود من 100 حتى 120 غرام ممكن نقول. نعم. باش ندي كمية كافية للبروتينات للجسمي، لأنه بمعدل ما يكون تقريبا، بما أن نعتبر أن الأشخاص كلهم سليمين وعاديين، لازم ندي من ما قيمته من البروتينات ماشي من اللحم 0.8 غرام بروتين لكل شخص، لكل كيلوغرام على حسب الشخص المقابل، يختلف طبعا الأجناس بالنسبة للنساء والرجال. أكيد. لكن على العموم النسبة راح تكون بما قيمته 100 إلى 120 غرام، إذا قسمناها على حصتين غذائيتين يعني في الفطور صباح، أغلبنا يحب يتناول اللحم في الفطور صباح والغداء، تكون إن شاء الله الكمية كافية، يعني نقدر نستغنى عليها في العشاء. طيب أستاذة، بقى لنا حوالي دقيقة ونصف فقط من عمر هذه الفقرة، ما هي النصائح اللي تقدميها خاصة حتى نتفادوا التسممات الغذائية، سواء كان في عيد الأضحى المبارك أو حتى في الأيام العادية تشهد ارتفاع درجة الحرارة؟ درجة الحرارة. نعم. باش نتفادى، باش نستغلوا أن يكون فصل عيد الأضحى نفوتوه إن شاء الله في صحة وأريحية، نحاول أن نطبق القواعد اللي قلنا عليها في التخزين، في يعني نخلي اللحم يوصل لمرحلة نضج معينة باش ندي الاستفادة التامة منه، نحاول أن نشرب كمية كبيرة من الماء، بحفاظنا على شروط التبريد ولا شروط التخزين للحم راح نتفادى التسممات الغذائية، بما أنه اللحم من المواد اللي تسبب تسممات غذائية، دونك نحاولوا اني نحرص على هذه الشروط اللي ذكرتها في خاصة في التخزين والتبريد، ايضا نحاول نشرب الماء، نحاول اني دائما نوازن في الغذاء، اني ندي الأغذية جميع العناصر الغذائية تكون تحتوي عليها الغذاء تاعي، يكون عندي الخضر، يكون عندي الفواكه، وايضا اللحم بما ان في مناسبة خاصة، نحاول اني ما نطولش في المدة الاستهلاكي للحم، نستهلك باعتدال ان شاء الله. واضح السادة، شكرا جزيلا لك على هذه النصائح اللي قدمتيهم لنا في هذا الركن وفي هذه الحصة وحصة الضحى، نتمنى لك أيضا مسابقا عيد مبارك سعيد. شكرا لك لكم الجميع إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا جزيلا لك السادة حنيفة بابنا، أخصائية التغذية، شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا الأفاضل ما زلنا معكم ودائما في برنامج ضحى، قبل أن نستقبل كذلك ضيوف في الفقرة الأخيرة في هذا التدخل أو في هذه الحصة المباشرة، نترككم في هذا الروبورتاج عن المدرسة القرآنية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين. هذه المدرسة بيت بسبست، المدرسة القرآنية معاد بن جبل، نتابع ثم لنا عودة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال:
بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سيدات أمهات وجدات، إصرارهن على طرد الجهل والأمية وحفظ صور من القرآن الكريم هي من أسمى الأماني والأهداف لهن في الحياة. وجدنا في المدرسة القرآنية معاذ بن جبل التابع لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين بتبسبست بولاية توغورت فضاء خصبا ومكانا ملائما لتدارك جزءا مما فات. اللهم لك الحمد. وين كنت وين عنت؟ كنت حاجة ما نعرفها، برك اللهم لك الحمد تنسلك الكلمة. المهم كنت في شي عدت في شي، كنت الصورة كتعود قدامي نعود نخزر فيها، مانيش عارفة تذوك اللهم لك الحمد. اللي حفظتهم هاني حفظتهم، اللي ما حفظتهم عدت نقدر نقراهم، معناتها هاني متمنية برك، معناتها بالحزب 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 إن شاء الله نختم الستين. يعني درك أنا حزب واحد وفرحانة به، نحسب روحي وش راني حفظت. أنا نقرأ هنا في محو الأمي مع خيوتي، أنا الحمد لله أنا ندرج باللي كان، الحمد لله عاد نقرأ هذه ربعين نووية، نقرأ في أسماء الحسنى وقرينا هذا التاج، ونحمد ربي ونشكره وعدينا الامتحان. طبعا دابيا ننجح ونقرأ، دابيا نختم تشكل اللي كان عطاني ربي إن شاء الله. كنت في الدار شوية يعني هكا نعرف شوية حروف ويعني كل باش ندير نجمع كلمة ما نقدرش، يعني بشوي بشوي يعني سمعت بالمدرسة هذه هناك اللي كان فيها شجلوا فيها أولاد صغار برك، بعد جيت هنا باش نشجل أولادي، بعد قلت لها شجلوا الكبار ولا لا، قالت لي شجلوا، قلت لها ماذا شجلني معه. الفوج هذا سموه الصابرات المحتسبات بين قوسين يعني المحو الأمية. احنا بدينا معها الفوج، كان جونا نساء قالوا يحوسوا يتعلموا يقروا ماكثات في البيت، قال لي ما قرتش كل ما دخلوش المدرسة، كان اللي قرأت سنة ثانية ثالثة وحبست، ويتحوسوا يتعلموا القرآن الكريم ويتحوسوا الحروف الكتابة القراءة. هذا كهو بدينا على بركة الله بالحروف، ثاني دينا لهم أسماء الله الحسنى هذه حفظوها صم، درنا كذلك أدعيات ربوية اسمه الحديث المصور، عادوا يتعلموا عادوا يقروا من المصحف وعادوا يشدوا المصحف مليح وعادوا يعرفوا يقروا، يعني الحمد لله على الساعة وعلى الفضل إعطاء رب. يضم القسم المجاور فئة أخرى من السيدات المتقاعدات من العمل اللواتي خصصن جزءا من وقتهن من أجل حفظ القرآن الكريم وتلاوته بالأحكام. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طسم. تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين.
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. مدرسة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه إحدى المدارس الأربعة التابعة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين شعبة بلدية الزاوية العابدية، تركز بالأساس على تعليم القرآن الكريم غضا طريا كما أنزله الله عز وجل لفئات مختلفة من فئات المجتمع ومن شرائح المجتمع، بدءا من فئة التحضير إلى فئة محو الأمية. هذه الفئات كلها بإذن الله تعالى تجد ضالتها في هذه المدرسة، بحيث من يريد حفظ القرآن الكريم كاملا يجد الأفواج التي تحتويه، ومن يريد حفظ بعض القرآن الكريم يعني ما تيسر زائد الأحكام التلاوة يجد كذلك ضالته، ومن يريد كذلك الأحكام وحدها فقط يجد ضالته في هذه المدارس بإذن الله تعالى. ما شاء الله عليكم، تحية لكل الأمهات اللي راهم يسعوا ويجتهدوا لحفظ كتاب الله في كل مكان. إذن تحية لكم من جديد وعودة لكم مشاهدينا الأفاضل في برنامج ضحى دائما، الآن مع ركن وفقرة أخرى جديدة بعد هذا الفاصل. في فقرة أبناؤنا جواهر دائما مع التميز وتفوق أبناؤنا، اليوم أسعد كثيرا باستضافة كل من الخاتم كتاب الله طبعا في سن صغيرة الربيع بن زيد. أهلا وسهلا بك ربيع. أهلا، مرحبا بك. إن شاء الله. وكذلك أسعد كثيرا باستضافة عبد القهار بجبار، وهو كذلك متميز جدا رايح في القرآن الكريم ومنشد ومتعدد المواهب. أهلا وسهلا بك عبد القهار. شكرا على الضيافة الجميلة شخي. شكرا، أهلا وسهلا بكما. طبعا نبدأ بالربيع، عرفنا بنفسك بأنك خاتم كتاب الله، عرفنا بنفسك وش مسنة تدرس، شحال سنك ومسيرتك في حفظ القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، معكم الطالب الربيع بن زيد من ولاية ورقلة، عمري 14 سنة، أدرس بمدرسة أمهات المؤمنين أحدب ورقلة، أدرس بالسنة الرابعة متوسط. أتمنى لكل المترشحين التوفيق والنجاح إن شاء الله. بدأت مسيرتي في حفظ القرآن الكريم بعمر 7 سنوات، حفظت القرآن الكريم، بدأت بحفظه على اللوحة، بعدها أتقنته، وبعدها بدأت بمرحلة الأحكام والضبط والتجويد على يد الشيخ هشام الداوي، بعدها بدأت بمرحلة المسابقات، شاركت في عدة مسابقات ولائية على مستوى ولاية ورقلة وحصلت على المراتب الأولى والحمد لله. بعدها انتقلت إلى مرحلة المسابقات الوطنية، تحصلت على مرتبة 6 في الجائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم. جميل. وتحصلت كذلك على المرتبة 4 وطنيا في الأسبوع الوطني لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره. بعدها فزت بالمسابقة الوطنية بزاوية سيدي بن ساسي السباعي بولاية ورقلة بالمرتبة 2 على مستوى الجزائر، ولله الحمد والمنة. ما شاء الله عليك. طبعا حضورك معنا اليوم والدعوة اللي قدمناها لك اليوم لهذا التميز، طبعا لمشاركاتك في هذه المسابقات سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية، ودائما ما تحتل المراتب الأولى، وكذلك تنافس بقوة وبشدة زملائك في هذه المسابقة. راح نعود نرجع لك يا ربيع، روحوا كذلك لضيفنا المتميز الرائع الجميل اللي هو عبد القهار. عرفني بنفسك كذلك عبد القهار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على سيدنا رسول الله. اسمي بجبار عبد القهار، أدرس في سنة 2 من تعليم المتوسط، عمري 13 سنة. ما شاء الله عليك. بدأت الإنشاد منذ أن كان في عمري 3 سنوات، حيث كان والدي يصطحبني إلى المسجد، وبالضبط في احتفالات بالمولد النبوي الشريف.
الله يبارك ما شاء الله. طبعا أيضا أنت يا عبد القهار عندك شاركت في العديد من المسابقات ونلت مراتب أولى في الكثير من المناسبات، طبعا وشرفت الولاية ولاية ورقلة وشرفت عائلتك وفي كل مكان. طيب حدثني كذلك عن الدراسة يا عبد القهار. شاركت في عدة مسابقات. نعم نتحدثوا عن المسابقات تفضل. منها مسابقة المؤذن الصغير ومسابقة ونلت المرتبة الثانية تاع ديوان الشباب، وشاركت في مسابقة الخطيب الصغير ما شاء الله جمعية أنامل الشباب الإبداعية ونلت المركز الثالث، شاركت في مسابقة المنشد الصغير بدار الثقافة ما شاء الله ومسابقة المنشد الصغير بحجيرة بلدية حجيرة، وشاركت أيضا في عدة مسابقات تانية. يا سلام ما شاء الله، يعني متعدد المواهب وإن تشارك مسابقة فيها تحتل فيها المرتبة الأولى، وأيضا قالوا لي راك متميز أيضا حتى في الفروسية. إيه. أقلع. أيضا حتى في الفروسية ما شاء الله عليك، راح نتحدث فيما بعد عن هذه المجالات وراح نسمع بصوتك وش حضرت لنا. نعود ونرجع لك ربيع، مادام راك حافظ وخاتم كتاب الله شاركت في العديد من المسابقات ونلت مراتب الأولى من خلال صوتك الجميل وأدائك الرائع في ترتيل وتجويد القرآن الكريم، راح نسمعوا هاو عندك الميكروفون يا ربيع تفضل نسمعوا منك آيات بينات من القرآن العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، ما شاء الله عليك يا ربيع، ما شاء الله عليك. طبعا راح نرجع لك ونتحدثوا فيما بعد، روحوا كذلك نعود نرجع لعبد القهار، أنت متميز كذلك في الإنشاد، وبدون شكرك حضرت لنا أيضا أنشودة راح تقدمها لنا الآن. نعم هو عندك الميكروفون، تفضل عبد القهار. أمانا يا قاصي طيبة
سلم على مختار نبينا أمانا يا قاصد طيب المدينة سلم على مختار نبينا أمانا يا قاصد طيب المدينة سلم على مختار نبينا أمانا يا قاصد طيب المدينة سلم على مختار نبينا بين المنبر والمقام بين المنبر والمقام صلي صلاة أمانا الشاكرين بين المنبر والمقام بين المنبر والمقام صلي صلاة أمانا الشاكرين أمانا يا قاصد طيب المدينة سلم على مختار نبينا أمانا يا قاصد طيب المدينة سلم على مختار نبينا أمانا يا قاصد طيب المدينة سلم على شكرا لك عبد القهار شكرا نبينا ما شاء الله عليك يعطيك الصحة خليتنا نعيش معك أجواء خاصة أنه خلال هذه الفترة قريب العرفة والحجاج هم هيك يعني هذه الأنشودة خاصة بالحج هكذا نعم يعطيك الصحة روحوا نعود نرجع لك يا ربيع وش هي نصيحة ربما اللي تقدمها لأمثالك في السن يعني اللي قدك في السن حتى هما من خلال تجربتك يحفظ القرآن الكريم ربما قد يجدون ربما صعوبة أو قد يتحججون بأمور أخرى أنت خلال التجربة وش تنصحهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم أنصح كل من هو في مثل سني أن يعيش مع القرآن الكريم هذه نصيحة تجمع كل شيء يعني. القرآن الكريم وش أضاف لك في الحياة؟ القرآن الكريم زاد يزيد كل قارئ له تقوى الله سبحانه وتعالى بحيث أن كل من يقرأ القرآن الكريم يعني تجده ناجحا في أموره وفي دنياه وفي آخرته كذلك يعني القرآن الكريم عندما يعيش معه الإنسان يقرأه بقلبه يتدبره يعرف معانيه يعني راح يعمل بما جاء فيه أكيد راح يطبق كل النصائح التي جاءت أكيد في القرآن الكريم أكيد طبعا أنت يا ربيع خلال تميزك في حفظ القرآن الكريم وصوتك الجميل خلال شهر رمضان الماضي كان هناك تهافت عليك من طرف العديد من المساجد حتى تأدي صلاة التراويح بالناس هكذا نعم وين صليت هذا العام؟ صليت التراويح في رمضان المبارك بمسجدين كل يوم في مسجد صليت بمسجد الإمام علي بن أبي طالب في غربوز نعم. وصليت كذلك في مصلى في حي النصر نعم شكرا خشف. طبعا الزملاء نعم الزملاء يشيروا لي أن الوقت البرنامج قد انتهى شكرا لك ربيع بن زيد شكرا لك كذلك عبد القهار بجبار على حضوركم معنا مشاهدينا الأفاضل سعدنا كثيرا بخدمتكم هذا الموسم في برنامج ضحى طبعا هذا يعتبر العدد الأخير من محطة ورقلة الجاوية ومن خلالها نشكر الزملاء الذين ساهموا في إعداد وإنجاز هذا البرنامج في ورقلة أو في الجزائر العاصمة تحياتي لكم جميعا شهيتكم طيبة إلى اللقاء يا كعبة يا بيت ربي محلاكي يا كعبة يا بيت ربي محلاكي يا كعبة يا بيت ربي محلاكي والسلام على الخليل اللي بناكي والسلام على الخليل اللي بناكي يلا نزورك
قناة القرآن الكريم الوسطية والاعتدال. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة الكعبة. في العدد الماضي حدثتكم عن البيت المعمور، وهو البيت الموازي مباشرة للكعبة الموجودة على ظهر هذه الأرض. وباختصار شديد، الكعبة فيما أعتقد والله أعلى وأعلم وأجل أنها كانت قبل أن يخلق الله الأرض، ثم عندما خلق الله عز وجل الأرض أمر الملائكة بأن تجعل الكعبة في المكان الذي هي فيه الآن. وعندما خلق الله تبارك وتعالى آدم وجد الكعبة على ظهر هذه الأرض، فأمر بالطواف بها حيث علمه الملائكة كيف يطوف. عندما أتم طوافه هنأته الملائكة بأنه طاف، هنأته الملائكة بأنه طاف ببيت الله تبارك وتعالى العتيق، وقالت له الملائكة بأننا طفنا قبلك، بمعنى أن الكعبة التي نحن نطوف عليها طافت عليها الملائكة قبل أن يطوف عليها أبونا آدم. عندما جاء الطوفان أي في عهد نوح عليه السلام طمست الكعبة وبقيت قواعدها. ولهذا الله تبارك وتعالى عندما جاء إبراهيم عليه السلام الذي كان ينتقل بين فلسطين ومكة، حيث أنه ترك أمنا سارة في فلسطين وأمنا هاجر كانت في مكة المكرمة، فإبراهيم عليه السلام أمر بأن يبني الكعبة وأن يعيد الكعبة وبناء الكعبة من جديد التي كما قلت طمست معالمها في طوفان نوح عليه السلام. إبراهيم عليه السلام بقي يتساءل أين يبني هذا البيت، أين مكانه؟ وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي أن الله تبارك وتعالى أراه مكان البيت وحدد له مكان البيت. وبالتالي عندما ذهب إبراهيم عليه السلام بمساعدة ابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام ذهب ليبني البيت وجد القواعد، فقال الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، معناها أن القواعد كانت موجودة معلومة. إبراهيم عليه السلام ماذا فعل؟ رفعها. كم رفعها؟ طول الكعبة في عهد إبراهيم عليه السلام كانت 9 أذرع، بمعنى الارتفاع تاع لاوتر 4.5 متر، 9 أذرع طولها، يعني هذا الطول في الارتفاع. الارتفاع الكعبة ليست مربعة كما نشاهدها اليوم نحن في عهد إبراهيم، لم تكن مربعة، كانت على شكل مستطيل ولكن لم يكن متساوي الأضلاع، يعني الضلعين. المستطيل معروف بأن طوله يساوي طوله وعرضه يساوي عرضه. في عهد إبراهيم بناها عليه السلام 9 أذرع 4.5 متر في الارتفاع و 32 ذرع بين الحجر الأسود والركن الشامي، ثم بعدها لما نمشي للجهة الثانية يعني بين الحجر الأسود والركن اليماني كان فيها 22 ذراع، بمعنى كان فيها 16 مترة من هنا و 11 مترة من هنا، لكن من الجهة الخلفية بين الركن اليماني والركن الغربي من الجهة الخلفية كان فيها 31 ذراع فقط، يعني 15.5 متر، ومن الجهة الثانية بين الركن الغربي والركن الشامي كان فيها 21 ذراع، أي حوالي 10.5 متر، بمعنى فيها 16 مترة على
11 متر على 15.5 على 10.5. الارتفاع تاعها كان 9 أذرع 4.5 متر في عهد إبراهيم عليه السلام. لم يكن لها سقف. إبراهيم عليه السلام ما سقفش الكعبة كما راهي اليوم سقفة. إبراهيم عليه السلام عندما بنى الكعبة جعل لها بابين، جعل لها بابين، باب من جهة من الجهة الشرقية يعني من جهة الحجر الأسود والركن الشامي، وجعل لها بابا من الجهة الغربية، حيث في حالة ما إذا دخل الإنسان من الجهة الشرقية يخرج من الجهة الغربية. والبابان لم يكن لهما يعني باب ذو مصراعين، يعني كان باب مفتوح ما عندوش المصارع أو مصراعي الأبواب، لا من الجهة الشرقية ولا من الجهة، معناها الكعبة كانت مفتوحة غير مسقفة، إذا دخلها الإنسان يدخل مباشرة من الجهة الشمالية ويخرج من الجهة الجنوبية. والحجر الأسود كما نعلم هو حجر نزل من الجنة عندما بنى إبراهيم عليه السلام الكعبة، وبقي محل الحجر الأسود لم يجد له حجرا، فعندما ذهب إسماعيل فإذا بجبريل يأتيه بالحجر الأسود من الجنة، وجاء أبيضا وسود بذنوب الناس. الكعبة المشرفة حتى يعلم الحاج لم يكن لها ستار، لم تكن لها كسوة في عهد إبراهيم عليه السلام، بعدها في تاريخ المسلمين كسيت الكعبة إلى آخره. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للخير والصلاح، وأن يجعل الذين يذهبون إلى البقاع المقدسة يتذكرون هذه الكلمات ويرون الكعبة تخيلا في هيئتها الأصلية التي بناها عليها إبراهيم عليه السلام. قصة الكعبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.